السلامu عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكوسو دواد وركة تلفزيون كا وذاك مقالة عاصمة دا مقدشو وضبط وركة كودا وانزون تانو حكم النقد دونا تلس كعيدا كاسلوب تصومالية دا يشيء جاي إن كرتاي ترى دت كوكيري يودي حبس كده مقالة عاصمة دا مقدشو كدي بوهر كدا عي جودا حبس كده مقدشو دعوناها مامل كابونتان سعيد عبد الله الدني أي الكوسو دوي دل كجبوتي وعنا سو دوي دعوناها دل كاسي جبوتي إسماعيل عمر جيل وزير دا عافمات كدولة دفترال كي صومالية يشيء تي إن أفر لباتنك ساعة قدام بيي قدها صومالية اللي قوايي عابقة كوفي السقالي طبان مامل كبونتان أي شيء إنه كرتي ترادة دادكا قباه كوفي السقالي طبان أي ديگانة دا مامل كبونتان يغو ولعك موجيي إن وجيس اللبات عدر كوسي لبقرحو مامل كهرشاب اللا يا صوبان ديگي قرشيال واوين وكو أدن كاسو اللوغو هرتغيو فتهاد وبيغ الشاب اللو كجيستو ديگانة كاتشن قبل كهيران booliska dowladda galmudug ayaa howlgal ka sameeyay deegaanka ka tirsan gobolka mudug iyo sidoo kale galgaduud kuwaas oo ciidanka ay sameeyeen magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa la geeyay ciidamo aad u tiro badan kuwaas oo ka hortagi doona dadka ka tahriiba xeebaha magaalada boosaaso ee gobolka bari sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan maamulka Puntland warkii aad kala socoteen telefishinka Wadaag waanagaynta